الحقيقة في ناس كتيرة جداً بتسأل يعني إيه إتاحة؟ إتاحة ببساطة شديدة هي تيسير وتسهيل البيئة الطبيعية والتكنولوجية على القادرون باختلاف، وهو ده الدور اللي بتقوم بيه حالياً الدولة واللي لازم كلنا نشارك فيه في الجمهورية الجديدة. شكراً. الحياة فيها تحديات كتير، تحديات ممكن نقابلها بالاستسلام أو بالمحاولة والمعافرة أو الابتكار أو التكنولوجيا بأدوات مساعدة وأطراف صناعية. الإتاحة بتبدأ بنظرة المجتمع لينا، نقدر ننتج ونشارك وبجد نكون فاعلين، وده الحمد لله بيحصل دلوقتي تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي خلى كل المجتمع يعترف بينا وبحقوقنا. وكمان الإتاحة بتشمل تيسير البيئة الخارجية لذوي الإعاقة علشان يبقى سهل عليهم الحركة والتنقل والتواصل مع العالم الخارجي. الإتاحة لازم تناسب كل نوع إعاقة. الحركي بيتحرك أسهل بوجود منحدرات على الطرق والمباني والممرات وغيرها عشان يعرف يتحرك بالكرسي المتحرك، وتكون دورات المياه والممرات فيها مساند يقدر يسند عليها. أما الكفيف وضعيف البصر ممكن يعين المكفوفين العصا البيضة اللي بتدله على الطريق، والأرضية بيكون فيها بلاطات بتساعد إنها تحمي الشخص من الوقوع أو إذا كان داخل على منطقة خطر. أما قراءة الأوراق والمستندات والشيكات فممكن يقراها بطباعة لغة برايل. التكنولوجيا ساعدت كتير من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية. برامج كتير أنتجتها وزارة الاتصالات والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات اللي سيادة الرئيس وجه بإنشائها، برامج كمبيوتر ناطقة، شاشات بتكبر الحروف، وغيرها من أدوات التكنولوجيا. أما الأصم فإما يستعين بمترجم الإشارة أو برنامج واصل اللي طورته وزارة الاتصالات واللي بيساعد في ترجمة لغة الإشارة. الإشارات الضوئية مهمة جداً للأصم لأنه بيعتمد على الصورة مش على الصوت. التأهيل مهم جداً لكل أنواع الإعاقات، علشان كده وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية عندها مراكز كتير بتعمل تأهيل حركي وبصري وذهني وتخاطب وحسي لأصحاب طيف التوحد. الجمعيات كمان بدأت تعمل إتاحة في مبانيها، وساعدها الصندوق الاستثماري عطاء تحت مظلة بنك ناصر الاجتماعي. وزارة النقل بالتنسيق والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي عاملين شغل رائع علشان إتاحة 35 محطة مترو و13 محطة سكة حديد، واللي جاي أكتر. دمج ذوي الإعاقة في مؤتمر قمة المناخ كان هدف مهم جداً للدولة. تم تكليف وزارة التضامن بالتعاون مع المحافظة والطيران والنقل والسياحة لإتاحة المؤتمر والخدمات والمرافق، وكل المشاركين في المؤتمر شهدوا إن مصر حققت شغل رائع في دمج ذوي الإعاقة من داخل مصر وخارجها. نقدر نخلي أكبر عدد من أهالينا ذوي الإعاقة قادرين باختلاف، بس دي مش مسؤولية الحكومة فقط، دي مسؤولية دولة بالكامل ومسؤولية مجتمع. في ديسمبر عام 2022 بنناشد كل المؤسسات والمصالح ساعدوا في التوسع في الإتاحة. المجتمع لازم يساهم عشان نقدر نحقق الإنجاز في ملف تكافؤ الفرص، ملف العدالة الاجتماعية اللي بتظهر ملامحها أكتر وأكتر في الجمهورية الجديدة. جمهورية صديقة للأشخاص القادرين باختلاف.